اوكي حبايبي، اليوم الفيديو هو رد فعلنا على فيديوهات اخت مارلين الحي. انا بصراحه من جديد اكتشفت انه مارلين الحي عندها اخت، فبتشبهها بشكل مو طبيعي. يعني تمام، بتشبهها كتير يا جماعه، فرح نشوف فيديوهاتها هلا ونعمل عليها رد فعل، نشوف اي احلى هي ولا اختها، واي احلى كمحتوى كمان. اوكي حبايبي، رح نشوف هلا مع بعض. قبل ما نبلش فيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناه ورح نبلش فيديو. سبسكرايب يا غليم. اوكي بدايه يا جماعه، نشوف الفيديو هون. اوكي هذا اول فيديو بشوفه، لو نشرته من اسبوع يعني بتقطع كمان. شو عامل بحاله هون؟ هذا يجعد الشعر يعني؟ لا حلو حلو حلو. آخر مين يجرب ترند وخربت. شبات شعرك هذا يا جماعة، ترى سبحان الله، هيك واحد لما هيك يشوف أخين هيك نفس الحركات نفس ال أوكي. فريس شو عم تعمل هاي؟ صعبة ترى، والله صعب. روحي غسلي من اول جديد. يا عاد شعر البنات يا جماعة بده سنة لحتى يصير. ترى اكون انا ايش كان عملت، يا ويعشقوا شيء اسمه اخضر. 18 سنة؟ هي اكبر منا؟ 2 3 لا اكبر من مارلين الحي، هلا فهمت. اوكي الدول متشاركة، اكثر دولة من تكرها ومين اكثر دولة من تحبها. هلو كوريا. يسبقوا لحالهم انهم يسبقوا؟ اخضر، شلون يحبوا لون الاخضر؟ لون اخضر يعني هيك شوي مو حلو للبتين للشعر. اوكي يا ايوه، لا حلوة طلعتي والله، ترى والله تجنني، بس لون اخضر هيك اوفر يعني. حسو اكيد مو انا الوحيدة اللي يصير بطول شعري. خلصينا. اوكي لا لا حلو، شوفوا الفرق هون، كيرلي مو كيرلي بيقولوا لي يا جماعة ولا كيف؟ هون ساوي يعني هيك ما بعرف. ما بفهم فيهم يا جماعة، شعري هيك انا اظن. اوكي شوف هون، هذا صوت اختها يعني، شو عم يعملوا هون؟ ايش لهم خلق يا الله؟ حلوة ترى، حلوة انت. شوفها شضعاف. تشبه اختها كتير. ايوه هاي مين؟ كأنه هاي كمان اختهم، ما بعرف صح ولا لا يا جماعة؟ أنا ما بعرفهم بس بعرف مارلين الحي بصراحة. آدم وحواء. شو يعرفوا يا طلعوا. أنا
حلو ترى والله. بس حواجبهم كيف بيعملون؟ ايش حلو الطاغية هيك ها الشعر حلو. ايش هذا يعني؟ الله اكبر صبغه هاي. شوف هون صح اخي الميمو اخي الثاني في الغنية ايش قديمة حي حي السوشيال ميديا مبسوطة الواقع تبكي لا انا مو هيك ترى والله هيك 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 انا نفس الشيء شوف هوني ترى لونك مفضل ازرق وبني ومع الفيديوهات كلها عم تلبسي اخضر ليش احب الصور حوت تصوير امريكا اوف مرق بطح من عنا يا جماعة عادي نزلت فيديو ما شاء الله ايش تسبق شعر البنت ما شاء الله الله عليكي كثير تصبغ شعرها ترى شعري كله هون زهري كان انا يا جماعة شوفوا بصراحة شفيت هيك بعض فيديوهاتها اوكي فالبنت بتشبه مارلين حقيقي كتير ولا حلوين كمان حلوين مثل اختها ما شاء الله وهيك احتواها بس تحسوه كله مكياج وتصبغ شعرها كل الفيديوهات لهذي شوف هاي الله شنو هالهيبة اوكي حبايب قلبي هيك كان الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو شفنا اخت مارلين الحي اوكي يا جماعه يعني انه بشكل فظيع تشبهها بس انه الفرق انه هي عيونها خضر وهي لا فحبايبي هيك كان الفيديو اكتبوا لي كمان ارائكم انتم بالكومنتات وعلى مين حابين نعمل رد فعل حبكم كثير كان معكم شادي اشوفكم جديد سلام